قررت انه انا افضل شيء بقدر اعمله هو انه اندمج هذا المجتمع وكمل دراستي اختصاص الاطراف الصناعيه واحصل على شيء شهاده وساعد الاشخاص اللي مروا في نفس الظروف اللي انا مريت فيها. عام 2012 تعرضت لإصابة، هاي الإصابة أدت لبتر رجلي من فوق الركبة. بالفترة الأولى يعني كنت كثير متضايق وكرهان حالي وحياتي، ويعني نفسيتي كثير تأزمت. دوري في المركز هو تركيب أو تصنيع الطرف الصناعي من أول مرحلة لآخر مرحلة وملائمته وتدريب المريض أو المستفيد عليه. صار لي 7 سنين بشتغل بهذا المجال، قدرت أني أخدم على عدد كثير كبير من الناس من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي في هذا المجال كمصاب وكمعالج لهذا الأمر. الحمد لله كان كثير في حالات تجاوب معي بسبب أنه أنا مريت بالحالات اللي والصعوبات اللي مروا فيها الأشخاص المثل. في كمية كثير كبيرة من الأشخاص المبتورين حالياً في الشمال بشكل عام، الكمية يعني العدد كثير كبير أكثر ما نتصور. الأهم من كل شيء هذا أنه بعد تركيب الطرف فكرة دمدم في المجتمع، يعني عبد المولى ممكن يعطي فكرة لأي واحد مبتور أو أي واحد مركب طرف أنه كيف يقدر يرجع يطور حاله، يرجع يكون حاله من لا شيء يعني.